الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة أصيلا. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. فرحد وين ما أنت ينوعه جودهان عالم في إسلامك يالهان سومالان قبل كتقدر شعب وينه يسا عيد الفطر مناسبة عيد الفطر قاويت وحال لي هاي إلى هاي عيد عيد إذا عفماد يبرواقي بشمش إلى هاي نكو قارسيو إن شاء الله تعالى وحرتين يا سيدا وناك سنة ما أنت وعيدني نبذ قليدا حيتين قروح ذا إن إله إنه قوضه. بسم الله الرحمن الرحيم، عيد مبارك، كل عام وأنت بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وحنا الكرام اليوم قدر يا عيد الفطر جا دمان شعوب إسلامك يا رهان شعب كرير سومالي لان وحنا كلا وحنا اليوم قدر يا حكومة ده وجميع مدحوينه يكفيين كيسة يا دمان عيد ما ذكرنك كو بوليسكا كو سلوبتا كو حيابها كو سردونكا دمان عيدا مدى الشمورية سومال لان امنك كشغية وحان كلوال كان هم باليو قدر يا عيد الفطر شغالة وين ها دولة دهوسة يا شعب كريب رعو دمان با وحان لا يهي كل عام وانتو بالخير كو عيدا عيدا يا عيد كدن بيسابا ان شاء الله فرحد يا برواق يا بشبش كل عام وانتو بالخير وقدم بينا وحنا كان وقدم بلينا يا العيد وقدر يا أهل كيجا أصحاب تيدا فاملي كيجا هو يدي يا حاسس كيجا عروت تيدا يا دمان فاملي كيجا دن وحلا كل عام وأنت بالخير. عالمين عيد ولا استمر الله هاي دمان مدة مسلمين تورن إلى هاي وقت وقت كيس يا بارد دمان تيدا سنة سنة كيسة نبت إلهي هنا وقرسي عفمات إيو إيو بس بس لي برواقه إيه وحنا لا هاي دارهانا دويرة ربرع ما إن كنا بتقولي ذا إنه دنا إيه لما أنتي وحنا تقع السنة إن ما إن كنا بتقولي ذا سكرب تاكتن وقتك وقت زي ما أنت إذا أنا بتقولي عفمات الله هنا وقرسيو. عيد مبارك، عيد مبارك دمان وحن مناسبة عيد عيد فطر أوجد هم بلية يبغادن دور يا دمان مدة إسلام كا ميل كستي شو بتهم بق ميل شو جام بق كارهانا ومدة الصومالية وحلي عيد عيد دا بش بش يبر وقاكو قارا إلى وحن كبرينا عماشي كل دوني نصوص من إلى هاي نجاق بلو وحلي هاي عيد مبارك، عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير. السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومن اعمال الصالحين. دمان بشدة مسلمين تا بشدة رير سومالي لان قارحان بشدة كودا قان دكمة برعو يقبل كتقل اربا وحنوغو هم بليين يا برشدة عيد الفطر دمان تا يتكينو وحن لأي هم بليو دمان امت مسلمين تا قارحان كوال كودا قان دكمة برعو وحن لا إله إلا هي نقاق بلو صدق عشاء نعماشا خير كا صون تي الصلاة وسوغني سنة كا سنة كي سيلا وحن قبر يو بش بش يو بروك يو كارسيو إن إلا هي خوف رحمات خير قوي نوشبو إن إلا هي علاقة هي خلاف كي نقر صارو إن إلا هي نبرك يو إذن كي إلا هي سنة كا سنة كي سا إن شاء الله نبت قليو برواقو يروب إلا هي نو كارسيو آديات بان مرلا وادي مسجد حاجة بشدة وهم بليين يا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت ومالوين ومالكون شعوب الإسلام كميل كست عالم كتشوجان دمان كل شوين الإسلام كا كل شوين الرئيس ومال اللان ذل كست درفيل عالم كتشوجان ذل كجوده يسا عن هل كان همبليو يبقادين قدري يدعو المناسبة عيد الفطر جاء وما أنت إنه صلاة دي يقول إنه إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر يا إن أي إنه عيد عيد دي كوجا إنه بش بش يبر واقع ينبت قليو وحكله وبلش السمال إلا إلهي كبر يا برواقع ينبت قليو ده هيستن إلهي وسي سياديو وحن كله ومسلمين تعالى يا إلهي سبحانه وتعالى سنة كسنة كيسة هيدو كوجا بش بش يبر واقع ملك استاذ العالم كتشوكتان
آدي آد بان وقف رح سنهاي وحن إلهي كبر يا إن إلهي أعماشي ونأكسيني يوحي كلي نصوصة من خير هذا إن إلهي نقاق بلو وحن لي بلشد ميلك ستوكتو همبلي همبلي همبلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا إلهي باب مهدله مانتا ومالين عيدة ومالين كوين ومضاها إسلامك ميل كستاي جوغا وحنو درينا دعو قارحان سومالي لان يو ددوينا هرير برعو همباليو إلهي أعمال الشيئة ينسو صليني بشا خير كيدا إلهي هاي نقا أقبلو إلهي هاي نقو قرسيو بشا بشيدا لابد قب يا برواقو يا بش بش وحن سيقارة وقوم هاد علينا يا وديرا يا همبالية يا بقادين إذا ماذا قارن كا يقو كوها والانتفاع عدالكا يعني بدن كودة وسوق تقيلين إيدان كجرة هيغنكا هذه أدبان إيقا لما قودهان حاسس كودة عروس تودة إيقا با همباليان لهاي كوغادا نبات قب إيو برواقو سنة كنسنة كيدة قودهان إسلام كو ميل كستو جوغا با عيد مبارك إلهي عفية عفيمات إيو نبات قب هينوغو هينوغو مانا استو أو هينا سيو إلهي وحينو كبر ينا إنو ودن كإنو إصلاحيو وإنو الدجيو و خورمر إنو ديقو عيد مبارك عيد مبارك دمان وحن مناسبة عيد فدري أوجد همبلية يبقادم دوري دمان ومد إسلام كا ميل خستي چوغت همبا ميل چوغا همبا كارهانا ومد الصومالية وحن لي عيد عيد دا باش باش يبر وقاكو قادة إلهي وحن كبرينا أعماشي كالدونيد نصوص من إلهي نقا أقبله وحن لي عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير لما أنت وحن لك مقدرين همبلية عيد مبارك بارلاني إلهي سنة كسنة كيسا خير هاي نقو كارسية يبر وقو إلهي يو أمد المسلمين تا لما أنت عيد مبارك عيد مبارك همبلية عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك وحن همبليان يا مدحونا جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيحي labada gole golaha guddiga golaha wasiirada golaha baarlamaanka dhamaan iyo ciidamada Soomaaliland meel kasta ay joogan iyagii arintoodiga ku ciidan walaalay barwaaqo sanadka salaahayn ku gaarsiyo ka wasaaraha wasaaradda diinta iyo qaabta dhamaan wasiirkayga iyo dhamaan shaqaalaha waan salaamayaa xaasaska waan salaamayaa xaaska iyo arintooda waan salaamayaa dhamaan nabadgelyo iyo barwaaqo iyo bash bash baynu ku rajaynaynaa insha allahu tacaala hambalyo hambalyo barco ahaan aad iyo aad bay aad iyo aad bay nabadgelyadu u wanaagsan tahay alxamdulilah ilaahay nabadgelyada ha loo ku wado dhammaan shucuubta islaamku meelay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal allahu wamina waminkum acmaala saalixiin siiba soomaaliland ayaan waxaan ugu rajaynayaa ilaahay ciidaa ciideeda inuu bash bash iyo barwaaqo ku gaarsiiyo camalladii aynu soo samaynayna ilaahay inuu aqbalo ayaa ilaahay ka baryaynaa waxaan halkan si gaar uga salaamayaa xaaskayga iyo inantayda waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda ilaahay bashbashiyo barwaaqo ay nagu gaarsiiyo soomaalilandna waxaan leeyahay ilaahay bashbashiyo barwaaqo ilaahayna siiyo ilaahay madar khayr qabo oo ummadda wada gaadha ilaahay noo shubo dhammaan ummadda falastiin waxaan leeyahay ilaahay walaalaheenna falastiin ha u gargaaro ilaahay guusha ha siiyo ila waxaan leenahay waa garab taaganahay waa u hiilinaynaa dhammaan dadka muslimiinta iyo meel kasta caalamka joogaan intii magacayga iyo mowqayga iyo garanaysa iyo macallimadaydaba waxaan leeyahay ilaahay naga aqbalo taqabbal allahu minna wa minkum saalixil acmaal ilaahay waxa ka maraya sanadka sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo camal wanaagsan cibaado nabadqab nabadgelyo ilaahay inuu nagu gaarsiiyo waxaan gaar ahaan u salaamayaa faamiligayga oo igu horeysa xaaskayga farxiya ibraahim cumar waxaan salaamayaa oo kale waalidkay oo hooyaday igu horeysa maraysay cigaal walaalkay maxay faarax yuusuf xuseen faarax yuusuf leyla faarax yuusuf deeqa faarax yuusuf waxaan salaamayaa oo kale wiilkayga labadeeda wiil cabdimaalik axmed faarax iyo maxamed axmed faarax dhammaantood waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiisa ilaahay waxaan nooga baryaa caafimaad qab iyo ciid wanaagsan.
hambaliyo ayaan leeyahay guud ahaan ba munaasabada ciidul fidriga awgeed bulshada Soomaaliland guud ahaan ba muslimiinta caalamka meel kasto ay ku nool yihiin munaasabada ciidul fidriga awgeed waxaan leeyahay hambaliyo waxaan kala hambalyeynayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland golayaasha kala duwan ee qaranka ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo jeeda hore iyo guud ahaan ba umada reer Soomaaliland meel kasto ay joogto si gaar ah waxaan ugu sii hambalyeynayaa ehelkayga asxaabteyda iyo qaraabadeeda meel kasto ay joogaan waxaan leeyahay ilaahay sanadkan sanadkiisa ay ku gaarsiiyo farxad iyo barwaaqo iyo reyn reyn waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan oo munaasabada ugu hambalyeynayaa munaasabada ciid al-fitrida waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'maal ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaantiin hay naga aqbalo acmaashii iyo cibaadadii aynu soo qabanay waxaan kale oo hambalyo halkan uga faa'iideysanayaa hambalyo u dirayaa si gaar ah dhammaan ummadda reer Soomaaliland khaas ahaan faamigeyga iyo waxa weeye xaaskayga iyo waxa weeye carruurtayda iyo hooyo waxa weeye hooyaday waxaan kale oo leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidka ciidkiisa nabadqab haynagu gaarsiiyo iyo waxa weeye bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo ilaahay subxaanahu wa tacaalana dalka haynoo hagaajiyo madaxdana ilaahay haynoo hagaajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala madaxda dhaqanka iyo madaxda waxa weeye siyaasadaba ilaahay haynoo hagaajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ta toosana hayna tuso ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan kale oo waxa weeye ilaahay uga baryayaa in ummadda reer qasa dhibaatadu haysato muslimiinta ee dagaalka ku jiray waqtiga badan in iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dulqaado culayskii dhibaatada haysata ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu ciiddeeda ay nugula ciidaan nabadqab inugula ciidaan ayaan waxa weeye iyagana ugu ducaynayaa waxaana kaan hambal ciid fidri awood hambal u diraya dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan iyo reer Soomaaliland iyo reer Burco gaar ahaan waxaa leeyahay ciidan ciiddeeda ilaahay bashbash barqaan ugu gaarsiiyo waxaan kaloo hambal u dirayaa labadeeda waalid iyo ehelkayga aanu kala saarsaanay dhammaan asxaabteyda madaxa dalka iyo ciidamada qaranka dhammaan waxaan leeyahay iyo xasaska goba hambal iyo hambal ilaahay ciid maarig waxaan kaloo warbaahintana codka bariga afrika la iyagana ciid maarig jaaniska iyo fursada noo iyagana kumaasiyihiin tusaale waan leeyahay ummadda jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland sidoo kale waan hambalyeynayaa ciidul fitriga taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal halkan sidoo kale waxaan hambalyeeyaa ciidada ugu dareeya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi musharax madaxweynaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro iyo sidoo kale musharax madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe dhammaan sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa labada guddoon baarlamaanka golaha baarlamaanka golaha guurtida iyo golaha wakiilada sidoo kale kan hambalyo ugu diraya dhammaan ummadda Soomaaliland oo dhammaan hambalyo ugu diraya sidoo kale kan waxaan hambalyo ugu diraya qoyskayga ama faamilkayga hooyada iyo dhammaan walaalaha kan qoys ayaan ugu diraya salaanta ummadda islaamka meel kasta jooga ma wan salaamaya khayr baan idin rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina barakeeyo waxaan intaa ku dar lahaa ummadda heer qasa waxa weeye aynu gurmano ducaa iyo waxtarba dowladdan aad baan u salaamayaa dowladda Soomaaliland ilaahay qaras iyo waayo isagu cami isku garab taagtay waxa islaamnimo muujisay waayo islaamku waxaa shaaciirta iska mid ah inay markay timaado ama la dhibo ay isku gurmadaan daxkin ismaan warsame dhammaan aga waxaan uga hambalyeynayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba munaasabadda ciidulfitriga awgeed oo aanu maanta ku ciidnay magaaladii Burco xaruntii gobolka Togdheer aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shacabkeeda dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waa maalin aad iyo aad u qaaliya waa maalin dadka muslimiinta agtooda aad iyo aad uga weyn intii soo soontay ilaahay subxaanahu wa tacaala soonta allaha ka aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkeeda iyo xasanaadkeedkana ilaahayna siiyo waxaan aad iyo aad iyagana uga hambalyeynaya ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta ammaanka iyo sharafta iyo karaamada aynu ku ciidnay sababteeda leh ilaahayna ku garab galay iyagana hadday tahay ciidamada gudaha ee amniga gudaha sugaya iyo hadday tahay ciidamada jiidaaba imilatariga labadaba waxaan ugu leeyahay xaasaskooda caruurtooda iyo iyagaba dhammaantoodba waxaan leenahay hambalyo ciiddeeda ilaahay inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo raxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed aadan cali waxaan munaasabadda ciidul fidriga awgeed
تهنيه يا همبليو تريا دمان امه مسلم كا اما اسلام كامل البيت جوغان حن لا كل عام وانتم بخير وحن سيغرا وديريا تهنيه يو حويا همبليو وين فاميلي ييغا ويدي حلو محمود ديريه ابا محمد علي يو دمان وحويا مركاسي قويسسك اي كلا دوون وحن لا هي كل عام وانتم بخير فرحتك عيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين وبين نستعين على امر الدين والدين. مقعي ومحمد علي حسن. الكل حق السلام يا والدكي ولا لهي اصحابتي ذا قرابتي ذا امد اسلامك قدي دودبا قف كستا مقعي موقع قرانيا وحلاه عيد مبارك كل عام وانتم بخير. الهي وحنكبرنا بشي رمضان ان صوص صوني اعمال شادي ان الهي نقاق بلو بيساق حسنات اخرين وصاروا تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال صون كان صوص صوننا اخر الهي كل يومين كفر احنا عيد مبارك وحن سيجارة فرحت عيد أنا غمانت عيدني ورالكي شيخ مختار غمانت جوه السيا إن إلى هاي شنا دي فتو شنا تفردوس لا على إلهنا وكل ميو إلى هاي الدعاء دي فتين وقدي جو إن شاء الله تعالى أنا قد عيني يا إلى هاي هو أقبله أمين تورها كاتو ما قاعد يوم حد براين أحمد نوحان مالكن دمبال الله حمبليا إيوه فرحت قدر يا دمان الشعب كتشمريد السومالان والله كل عام وأنتم بالخير صدق الله وحان دمبال فرحت حمبليا اللي وديك يا ودان شعب قبل كتر دير الله يا حبلي حبلي حبلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وائل حسن أحمد. وحن آت هلكن كسلام يا دمان شعوب تسلام كا قارهان شعبنا جمهورية سومالان وحن ليه هي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير الله عيد العيد إذا بشر شيء برواقع هنو قارسيوم وحن سجارة هلكن نقص سلام يا والدين تي ويوم مركل ولا الله ذي وحن كلاهن كسلام يا دمان maamulka iyo madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland oo goor hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhamaan madaxda xisbiyada qaranka waxaan leeyahay dhamaantiin aad baan idin salaamayaa waxaan kala halkan sigaaro iyagana ma taqaana duco uga faraya shacabka Falastiin oo ma taqaana cadaw haysto iyagana waxaan leeyahay la cadawgan haydi ka qaado ducada la idin kasoo duceeyay meel kasta oo ma taqaana farxad iyo ka socoto Allaah idin ka dulqaado cadawga waxaan kala halkan sigaaro uga duceynaya hooyaday ilaa naxariisto dhawaan geeriyootay الله ما تخانين نحرس شنك ورابيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحنا كسلام يا دمان هول ودينا دا تي في جا أتك برج أفريقيا سيدو كله وحنا لكن كسلام يا مدحونا جبريل دسومالن يا صدق الحسب قرن قدومي يا شودة سيدو كله وحنا كسلام يا أمد الإسلام كوردن دمان أنا كلا صار صاري وأن لي كل عام وأنتم بخير إلهي idan ideeda hina gaarsiyo caafimaad iyo inuu gaarsiyo bashbashiyo barwaaqo sidoo kale waxaan ka salaamayaa hooyaday aamina cilmi xandule aabahay bashiir axmed salaaban sidoo kale xaaskayga huda iyo dhamaan dhamaan iyalkay ugu dhan iyo walaaladay waxaan leeyahay dhamaantii ilaahay caafimaad iyo bashbad hina wada gaarsiyo maxamedullaahi barakaatuhu gudahaan waxaan halkan hambalyo iyo ku saabsan munaasabada ciid al fitriga uga diraya shucuubta islaamka meelay joogan ba gaar ahaan waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan gaar ahaan gobolka Togdheer anigoo ku hadlaya afkiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga aqbalo amaashii aynu soo sameynay bishii barakasnayd Ramadaan guud ahaan waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland farxad ku ciida reyn reyn ku ciida Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inagu gaarsiiyo sanadka sanadkiisa bashbashii barwaaqo waxaan halka si gaar ah uga salaamayaa labadeeda waalid aabahay maxamed abakar xuseen iyo hooyaday maryama jaac jibriil iyo guud ahaan inta magacayga muuqayga garanaysa ehelkayga family-geygo dhan waxaan leeyahay farxad ku ciida ilaahay subxaana wa taala hayna waafajiyo maalinta baal weyn ee boqoran khayrkeeda iyo xasanadkeeda allah hayna waafajiyo guud ahaan ummada islaamka waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa taala ha guuleeyo gaar ahaan waxaan aad ugu ducaynayaa shacabka reer falastiin ee gumaystuhu israa'il duqaynayo muddo 5 bilooda يا شعب كجماضي إلهي سبحانه وتعالى استجا أول له إلهي هو جرجارو إلهي هو جرجارو إلهي سبحانه وتعالى فلسطين هقويه شعب كره فلسطين الجماضي إلهي سبحانه وتعالى هقويه لما أنا مات الإسلام كا وحنا عيد مبارك عيد مبارك إلهي نجاح بلو صلاة لما واحد تهني دنيا لما مات الإسلام كا ملك استعيو جوجان السلام عليكم ورحمة الله وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا ديك إزغاسين تا أكو سورت قرين عيانا صومالي يقيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاس ودك
App Store-ka and Play Store-ka. وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا.